صفات الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف حفظ الله تعالى إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفات فعلية، والخبرية هي صفات ذاتية، يعني تدخل في الصفات الذاتية. الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى لا تزول ولا تنقص ولا تزيد، وهي ثابتة لله أبدا سبحانه وتعالى. بينما الصفات الفعلية تأتي إذا جاءت أسبابها، وإذا قالوا متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، وقد تزيد وقد تنقص، وقد تزيد وقد تنقص، هذه الصفات الفعلية بحسب إرادة الله تبارك وتعالى. فمثلا من صفات الله الذاتية العلم، الله عليم سبحانه وتعالى، لكن العلم هذا لا يتغير، لا يمكن اليوم عليم غدا مو عليم، لا يمكن اليوم عليم غدا زاد علمه أو نقص علمه، لا يمكن أبدا، لأن العلم صفة ذاتية لا تبارك وتعالى. القدير كذلك صفة ذاتية لا تزيد ولا تنقص، ولا يمكن يكون يوم قدير ويوم غير قدير، أو يوم تزيد قدرته ويوم تقل قدرته، لا يمكن أبدا. كذلك العلم، القدرة، العظمة، الكبرياء، طيب، هذه كلها صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. العلو، السمع، البصر، هذه صفات ذاتية لله تبارك. وكذلك الصفات الخبرية، الوجه، اليدين، القدمين، نثبتها لله تبارك. ما في يوم عنده وجه يوم ما عنده وجه، يوم له يدان يوم له يد واحدة، يوم له قدمان يوم له قدم أو ليست له قدم، ما في، لأن هذه صفات ذاتية لا تتغير ولا تزول ولا تزيد ولا تنقص، واضح؟ أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء جاءت، إذا شاء ما جاءت، إذا جاءت أسبابها جاءت، إذا لم تأتي أسبابها لم تأتي، قد تزيد قد تنقص حسب الأسباب. مثل صفة الغضب مثلا، الله تبارك وتعالى ليس دائما يغضب، وإنما يغضب إذا جاءت أسباب الغضب، يعني أنت تفعل شيئا يحبه الله يغضب أو يفرح؟ يفرح سبحانه وتعالى. متى يغضب؟ إذا فعل الإنسان شيئا يغضبه، والغضب هذا قد يزيد بحسب المعصية، طيب، وقد يقل بحسب المعصية. وذاك في الحديث المشهور حديث الشفاعة، عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام جميعا، ماذا يقولون جميعا؟ يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لكن هذا لا يمكن أن يقال في السمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة، لا يمكن أن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله، لا يمكن أن يقال أن الله قدر اليوم قدرة لم يقدر قبلها مثلها، لا يمكن أن يقال أن الله صار عظيما اليوم لم يكن عظيما قبله. لماذا؟ هذه صفات ذاتية. أما الفعلية على جاءت أسبابها، يعني الإنسان متى يحبه الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا متى جاءت المحبة؟ لما فعل الأشياء التي يحبها الله، فهذه صفة يسمونها إيش؟ فعلية، تأتي إذا جاءت أسبابها متعلقة بالمشيئة.